ولما لا يؤمن أحدهم بالله؟ أساس هذا هو أنه غيب. بيقول لك أنا أؤمن إيه؟ بالمحسوس اللي معايا، إنما ده فين؟ وأنا شفته؟ أنا عرفته؟ وهكذا. كل الكفر والإلحاد مبني على هذه النقطة، الذين يؤمنون بالغيب ضد الذين لا يؤمنون بالغيب. الذين لا يؤمنون بالغيب قد ينكرون الملائكة، قد ينكرون الجن، قد ينكرون اليوم الآخر، قد ينكرون الرسل، ويؤمنون حتى بوجود إله ملوش دعوة بينا، خلقنا وتركنا. فأساس المسألة من عدم الإيمان هذا هو قضية الغيب. ليه أنت بتنكر الملائكة أو الجن؟ يقولك ما هو ما شفتوش، ما فيش، أنا عايز حاجة محسوسة. العلم هو ما كان على محسوس. لا، ده العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل تتفكر وتصل، لأن الله وهبنا العقل لا من أجل التشكك، بل من أجل استخدامه في ترتيب الأدلة وفهمها واستنتاج النتائج الصحيحة وتطبيقها. هذا هو العقل. الذين يؤمنون بالغيب، فالغيب هو أساس الإيمان كله، ومن خرج عن ذلك إنما خرج لأنه يريد المحسوس المدرك دون سواه. فكلمة الغيب إشارة إلى أس الإيمان وأس الكفر، الإيمان بالغيب.